فيما كان الشعب الإيراني يتابع مجريات قمة طهران باهتمام، لا سيما كلمة محمد مرسي أول رئيس مصري يزور إيران منذ زمن بعيد. كانت هناك خطة رسمية لمنع وصول بعض كلمات مرسي إلى مسامع المواطنين الإيرانيين، فقد غير مترجم التلفزيون والإذاعة الرسميين كلمات بعينها غيرت دلالات ما أراد الرئيس المصري قوله، خاصة ما تعلق بالملف السوري. فعندما قال مرسي إن شعبي فلسطين وسوريا يناضلان من أجل الحرية، فالشعبان الفلسطيني والسوري يناضلان الآن ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. سمعها الإيرانيون من على التلفزيون الرسمي الإيراني، إن شعب فلسطين وشعب البحرين يناضلان للحرية. ملت‌های فلسطین، بحرین و دیگر ملت‌ها اکنون واقعاً در حال مبارزه هستند. وبعد رصد كلمة مرسي وطريقة نقلها تبين أن ثمة تغييرات أخرى حصلت، حيث كانت قبلها بأيام قلائل ثورة تونس، ثم تلا ذلك ثورة ليبيا واليمن، والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها. لكن المترجم غير سوريا إلى البحرين ووصف الربيع العربي بالصحوة الإسلامية. تونس پس از آن آغاز شد و لیبی و یمن را شاهد هستیم و تحولاتی که در بحرین اکنون شاهد آن هستیم. وامتد التحریف لمقاطع اخرى. إن الفيتو شل يد مجلس الأمن عن حل الأزمة السورية. إن الفيتو شل مجلس الأمن عن حل أزمات التحولات الشعبية. إننا نتضامن مع الشعب السوري ضد الظلم والقمع. إننا نتضامن مع الشعب السوري ضد المؤامرة الموجهة ضد هذا البلد. وحدة المعارضة السورية ضرورة. نأمل ببقاء النظام المتمتع بقاعدة شعبية. وبعد هذا التحريف المتعمد ربما لم يجد متابعو التلفزيون الرسمي الإيراني ما يفسر انسحاب الوفد السوري خلال إلقاء الكلمة.